الفنان حسن كامي كان بيصور مسلسل ناس وناس، وكان عامل شخصية عزيز بيك، وكان دايما يطلع بيتكلم عن السجاير والكافيار والسموم في مي في برنامج كانوا عاملينه ومستضيفين فيه أبطال المسلسل. فأحمد راتب حكى حكاية وقال إن العمال اللي شغالين في استوديو تصوير سألوا حسن كامي يعني إيه سموم في مي، فقال لهم هقول لكم بكرة. وجه الفنان الجميل تاني يوم ومعاه 180 ساندويتش سموم في مي كبير، وكل الناس في مكان التصوير من اول ابطال العمل لعامل البوفيه اكلوا سموم في ماء. كان مذيعة ضحكت وقالت له كل السندوتشات دي طيب ما كنتش راح لهم وخلاص. فرد عليها رد جميل قال لها في حاجات ما تتقالش بالكلام، لازم بالفعل، لو شرحت لهم هينسوا، لازم يدوقوه علشان يعرفوا هو ايه. الفنان حسن كامي كان راجل طيب وراقي وابن بلد، كان باشا لكنه كان بسيط مع الناس، مش تنك ولا متعالي. تواضعه هو اللي خلى الناس اللي عرفته تحبه وتدعيله رحمة الله عليه.